عرفوني انه لعبتي كويس وصار عندي لياقه بدنيه واستفدت انه صار في تعاون هون مع بعض وصرنا نتعاون مع بعض صار اخوات لان اكثر من اصحاب بنركز على الانشطه من خلال الرياضه اول شيء دمج الاطفال مع بعضهم يعني ما بنركز على اللون او على الجنس او على اي حاجه كلهم مجتمع واحد.